ترفع الراية استعدادا لبداية شوط السرعة، شوط الإثارة وشوط السرعات المتزايدة. تبدأ في الصدارة روديني للمرتبة الأولى، الورقة الثانية بالشعار الأحمر لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وفي المرتبة الثانية تذهب لمعاصرة، وكذلك في المرتبة الثالثة لدنان، مع أيضا في المرتبة الثالثة لتايفون رودين في المرتبة الثانية، وكذلك دنان يأتي في المرتبة الأولى في زحمة المسارات واللحظات الحاسمة. يكون الأكثر جرأة من يذهب بالصدارة بخطى واثقة، بخطوة جميلة. اللشج يأتي في المرتبة الثانية من الخارج مع أيضا دنان، وكذلك معاصرة، وفيوري يأتي في المرتبة الأولى من الداخل. فيوري بكل أريحية مع الخيال مشاري العيسى، ما شاء الله تبارك الله. فيوري في المرتبة الأولى بهدوء إلى الصدارة من نسل فهد شيفلو ميغل. فيوري إلى المرتبة الأولى، إن لم تلحق على المراكز المتقدمة فالخطوات متسارعة مع فيوري. انتظروا، يأتي في المرتبة الثانية